بنوته قمر لذيذه، ريهام عبد الغفور جرأة متناهية في تنوع الأدوار. مش مهم أعمل إيه، المهم أعمله إزاي. هو أنا لسه عملت حاجة؟ لا تطفئ الشمس، أنت كنت فيه متألقة تألق يغيظ. بحب أعمل حاجة أتعب قوي عشان أعرف أوصل لها. كنت عايزة أبقى أول واحدة أبارك لك بعد العميد. إيه اللي تأثرتي بيه وأنت صغيرة؟ أنا كنت طفلة خجولة قوي. عندك ولدين كأنهم جيلين. ولادي الاثنين ما بعاقبهمش قوي، انا بعاقبهم باني ازعل منهم. قولي لي طموحاتك. احاول على قد ما اقدر افاجئ الجمهور كل مره. طبعا انتوا هتطلعوا معايا بكره السفاري. دلوقتي المفروض اللي يبتدي اللعب هو الاصغر سنا، يبقى انا. انت اجنبي لهات درك اللي جايه. حبيته، كل واحد يروح بيته. بقى انت بتخافي من البرص وزعلانه ان انا بخاف من الفار. هحكم عليكي حكم بسيط. تموت في بكيزه وزغلول جدا. تعالى الله يسترك يا دكتور. الواد ده حلو وسابق سنه. الله الله. صاحبه السعاده الاثنين الساعه 11 مساء فقط على دي ام سي.